إذن إلى الأسواق العالمية والكثير من المستجدات، يعني ربما في الأيام الماضية يعني رولا كنا شاهدنا مخاوف التضخم هي التي تسببت في هذه الموجة من التذبذب الحاد في الأسواق. على كل حال سنكون مع السيد رائد الخضر وهو رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك سيد رائد. اليوم الكل يتحدث وينتظر بيانات التضخم الأمريكية، يعني برأيك إذا جاءت هذه البيانات مرتفعة وأكدت مخاوف الأسواق من أن التضخم قد يكون آت بأسرع مما كان متوقعا، هل ستعود موجة التراجعات مرة أخرى إلى الأسواق؟ بلا شك، يعني تعتبر هذه القراءة قراءة مهمة جدا حاليا في هذا التوقيت، هي القراءة الأولى التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتضخم، وهي التي كانت التخوف الرئيسي من بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي أظهرت نوعا ما في باطنها أن هناك تخوف من خروج التضخم عن السيطرة، وبالتالي رأينا عوائد السندات الأمريكية ترتفع بشكل كبير وعملية بيع كبيرة على السندات الأمريكية في نفس الوقت. طبعا البيانات المتوقعة هي عند 1.7%، إذا بنتذكر البيس اللي كان عم يرتفع فيه وتيرة 1.7 للكور CPI وهو الذي ينظر إليه الفيدرال الأمريكي عند عملية رفع أسعار الفائدة أو في تقييم مستوى التضخم بقراءة أكثر دقة، فعندنا الشهري 0.2 بينما 1.7 هي على القراءة السنوية، هي أهم القراءات التي ينظر إليها الفيدرال الأمريكي، لا تزال بعيدة بعض الشيء عن المستهدفات اللي هي عند 2% وهي التي يستهدفها الفيدرال الأمريكي. بنفس الوقت القراءة السابقة كانت عند 1.8%، فبالتالي توقعات هي دون القراءة السابقة. أي ارتفاع إلى مستويات 1.8% فهو يؤجج مخاوف التضخم وبالتالي يضغط بشكل أكبر على الفترة القادمة. هذا هو سؤالي، لو جاءت البيانات أو الأرقام تفوق التوقعات كثيرة أو مفاجئة، وعادة الاقتصاد الأمريكي له بالعادة أن يعني يأتينا بهذه المفاجآت، هل هذا سيعني سيثبت النظرية التي حللت أداء الأسواق بأنه أكيد هو تخوف من تحسن واضح في الاقتصاد الأمريكي، وخاصة أنه متوقع كذلك أنه معدلات البطالة تنخفض إلى 3.6% وهو كثير بعيد عن التوقعات، باعتقادك إلى أي مدى الأسواق حتكون حذرة؟ ما تنسى عندك كان كثير في يعني تصريحات هامة جدا، سواء عم نتحدث عن رئيس الفيدرال الأمريكي جيروم الذي قال بأنه أنا لن أسمح أنه انهيارات الأسواق ممكن تزعزع أمن السياسات النقدية، فإلى أي حد ستكون حذرة؟ وشو معناته أنه يعني كيف ممكن يتصرف الفيدرالي ليحد من هذه الخسائر وهو أصلا يعني يمكن لا له يد في الموضوع؟ خلينا نرجع أول شيء على بداية السؤال اللي هي عم نحكي نحن فيها عن الفترة الأخيرة. قراءة التضخم اللي راح تصدر هي عن الربع الأخير من العام الماضي، واللي هي كان فيها أساسا الأسعار منخفضة بعض الشيء، وبالتالي ممكن أن نشوف انعكاس كبير على قراءة التضخم اللي راح نشوفها اليوم بالارتفاع بشكل حاد إلى إن صح التعبير. بالتالي في نفس الوقت كسياسات نقدية إذا نتحدث من قبل الفيدرال الأمريكي، فالنهج جيروم باول واضح كان أنه هو راح يستمر بنفس السياسة النقدية وهي رفع أسعار الفائدة، وعملية ارتفاع مستويات التضخم بشكل أكبر ممكن يزيد عندنا وتيرة الرفع. إذا نعود مرة أخرى إلى ضيفنا في الاستوديو السيد رائد الخضر، ويعني بعد مؤتمر إعمار العراق، يعني قبل أن نذهب إليك رائد، يعني تابعنا ربما رولا هذا المؤتمر، قد تكون فرصة جيدة للكثير من الشركات والكثير من الاقتصادات أيضا للاستثمار في إعادة الإعمار، والمعروف عن عمليات إعادة الإعمار دائما أنها تحمل فرص استثمارية ضخمة. بالعكس، حتى بيكون في عطاءات وفي ناس كثير، يعني خاصة شركات من القطاع الخاص وحتى ممكن حكومات تكون هاي فرصتها، وكلما ارتفعت المخاطر خاصة المتعلقة بوضع حرب ودولة لسه أمنيا مش مرتاحة بيرتفع العائد على هذا الاستثمار. إذن إليك مرة أخرى رائد، وكنا نتحدث عن الأسواق العالمية وما الذي يحدث في الدولار الأمريكي. طيب إذا افترضنا أن السوق كانت متخوفة من توقعات التضخم، توقعات التضخم ستحمل بطبيعة الحال توقعات مرتفعة أكثر للفائدة وتؤثر على الدولار، يقوم بتسعير هذه التوقعات بالارتفاع. الدولار اليوم يتراجع إلى أدنى مستوياته في 15 شهرا مقابل الين، يعني لم يستفد الدولار الأمريكي من هذه التوقعات، ما هو الأسباب؟ لماذا انفصل عن أداء عوائد السندات؟
تمام. الهاسل يعني كان هو العمليه كلها ما بين السندات وعائد السندات والاسواق الامريكيه، بينما الدولار الامريكي مستقر بحاجه تحرك فعلي وقرار فعلي من قبل الفيدرالي الامريكي، لانه هو اوريدي كان بالفتره الماضيه عاود الارتفاعات مجددا امام بعض المنتجات، خصوصا بعد موجه الانخفاض الحاد التي كانت قد شهدها الدولار الامريكي في شهر يناير، واللي هي تقريبا كانت يعني تعادل كل الانخفاضات التي حققها في العام الماضي. الدولار الامريكي متماسك حاليا بانتظار قرار من الفيدرالي الامريكي بعدد مرات الرفع، حتى الان لم يصدر اي قرار بهذا الموضوع. وبنفس الوقت الموضوع هو ما بين عوائد سندات امريكيه وما بين عمليات البيع الشديده على السندات الامريكيه وما بين التراجع الحاد وفقدان الثقه وقله المخاطره لدى المستثمرين في الاسهم الامريكيه التي كانت تستمتع بارتفاعات طويله المدى خلال العام الماضي. وسمعنا تحذيرات كثيره من مسؤولين بانه يتوقع الحذر خلال هذه الفتره، وأن ربما يحتفظوا باستثماراتهم أو الكاش على أقرب تقدير. نشكرك جزيل الشكر سيد رائد الخضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. شكرا جزيلا لك.